سنه مجمعه اليوم غادي نديرو لكم مسمن بالحليب. المكونات نتاع هذه غادي نبدا لكم بلا فارس باش من بعد ما ننساش. فيها جمغارف تاع دهن، فيها كميه من الزيت، واحد فرفاره، الجمغارف تاع السميد، و كويغا سوب تاع السكر. مكونات الكميه من تخرج لك 5 حبات تاع مسمن، ولا عندك هكا 2 كيلات فرينه، عندك كاستاي تاع بير دير فيها سميد، السميد يكون رقيق، وكاس حليب نلموها بالحليب، السكر والملح، ملح الطعام. انا عندكم هذا الخليط اللي غتخدموا به المسمن، تخلطوه بيان ومن بعد تخروه على جهه. المكونات هو سميد، 2 كيلة تاع فارينة، 1 كويغا سوب دو سكر، اي ان بانسي دو سيل، اون كونتيتي دو سيل. ونكبو الان الحليب، نبدو نخلطو تاع المكونات. ماذا بيكم سورتو في العجين، ولا تنحو لي باك لي براسلي هكا بور ميو ترافاي. العجينه ترتاح، نخليها ترتاح ضرب حتى 20 دقيقة. استعملوا قوموا باستعمال هذه العقده، نديروها انا استعملناها ودناها. هذه سي لا بروميير بيس، نقفلوها كيما كاع المسمن بروف هكا. مع الشميسه انا كديروا تعرفوا باللي لاباط تاعكم راه مليح. شوفوا الفقاعات هذه اللي دارتها. نعاودو نديروا كميه ثاني من العقده، كيما حنا كل واحد كيفاش يسميها، عقده سميد مخلطه خلطه شرطه هنايا. ونعاودو نإطالو بيدينا بيان سيغ لي مان بروبخ. هادي غادي نديرها لكم هاك هاك. يعني هادي خلطة فيها السميد والدهان والزيت والفرفار. أو مزية، تكلمتي ختي نوال. ونعاودو نديرو هنايا الحبة الزوجة، خليها تريح خليها تريح. خلينا بعد ما كملنا الكارويات اللي درناهم، درنا العقده، الان خلوهم شويه هكا غير شويه نلفدوها. عندو نزيدو اون لا تراكوت ان تي بو، ونديرو الزيت في الطاجين يا جماعه. ميم طاجين ماذا بيكم يكون سخون قبل ما تحطوا الحبات تاعكم، يعني كي تبقى هذيك الزوجه ولا التاليه اللي تديروها حموا الطاجين ورشوها من فوق شويه زيت. هذه هي، ونقصوا شويه الطاجين شي طفي غدا. هازيدو حلوه وجدوا الزوجه باش ما بينا ما طيب الاولى تكون هذه واجده، ثاني ما تعرفوهاش بزاف. خلو على نار هادية باش العملية تاع الطهي نتاعها تكون جابة بزاف.